طمئن المواطن أنه القضية مو قضية قرار. الآن العراق وضع المالي في أفضل حالات، عندنا رصيد، عندنا إيرادات، عندنا مدور، عندنا موازنة، عندنا قدرة على شراء أي مادة. يعني اليوم إذا قلق المواطن من ارتفاع الأسعار، مواد غذائية، قضايا إنشائية حياتية غيرها، أنا وجهت وزارة التجارة بأن تمارس دورها، وانطيتهم أمر، والآن عندهم لجنة تشتغل من أكثر من أسبوع، تستورد أي مادة يحتاجها السوق العراقي وتنزلها بسعر الكلفة. يعني إحنا راح نستورد بسعر الرسمي للدولار، صحيح، في حين الآن المواطن من يراجع أو يريد يشتري من الأسواق شو يقول له؟ يقول له والله الدولار مرتفع. لا، أكو نفس السلعة موجودة بسعر الكلفة موجودة. فنطمئن المواطن، ما عندنا قلق من ناحية ارتفاع الأسعار. إجراءات تأخذ وقت، لكنه سوف يتم السيطرة عليها إن شاء الله بإجراءاتنا كحكومة، ما مطلوب من عندنا، وبإجراءات البنك المركزي اللي هو معني بالسياسة النقدية.